يعني معارك ليست مباريات في كرة القدم لكن معارك كروية واندفاع كبير جدا، اندفاع كبير يمتد لكي يشمل المستوى العالي والمنتخبات الأولى والفرق الأولى في الكونغو. يعني هذا أمر عادي عندهم، لم يأت تدخل لتهدئة الأوضاع. لم يأبو مهدي يشوف أمرباط، أمرباط يتم تهدئته من طرف الطاقم الفني للفريق الوطني. خورخي وطاقم تهدئة المجموعة لعدم إخراجها من أجواء هذه المباراة. نذكر أنه منتخب الكونغو الديمقراطية سيكمل المباراة. شوف البكاء ياسمين أمرباط متأثرة بال يعني اندفاع، اندفاع ما تعودوش عليه في الفريق الوطني، سواء مع النوادي اللي لعبوا لها أو سواء مع المنتخبات اللي لعبوا أمامها. لا 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 هنا هنا إصابة كاتيا أمرباط بعد الاعتداء عليها من طرف اللعبة الكونغولية. اللعبة الكونغولية لما نالت البطاقة وجهت ضربة من خلال سلوك لا رياضي، سلوك غير مقبول فيها.